هتقطع مني بقى ومش هتقدر هتطلع. لا تشاركني عليه، هعمل لك بلوك خلاص. لا تشاركني عليه ولا مسج لو سمحتي. يلا بليز خلاص بليز. هلو يا جماعه، هاي كيفكم؟ شو اخباركم؟ شو اخبارك؟ طلعوا من وين اليوم؟ هاي اليوم يا جماعه ضيفتي بفيديو اليوم. انا احكي اسمي فرحانه. انا رزان. هاي رزان روزا. بتحكي كثير اشياء غريبه والله. انت ليش بتحبي ناس ندوكي؟ انا رزه بس ما حد بيحكي لي هيك. اتس فاين. ايش بدك؟ ايش بدك اديكي؟ روز. خلص رزه. رز روزه. كل بيحكي لي هيك مش طبيعي. مش مشكله خلص والله مسامحتك. مسامحتك بس انا حاسه ان هاليوم رح تسوي فيه اشياء مش مسامحتها ابدا فيهم. انا هي ما حكت لي. حرام احنا بنصور الفيديو، هي ما حكت لي شو الكومبينيشنز والاشياء الغريبه اللي رح ندوقها. بس انا بعرف انه حيكون اشياء مش كتير تمام. لا مين قال لك؟ حيكون اشياء كتير ذكيه. ماشي اوكي. طيب يا جماعه، هاي السلسله بعملها دائما مع الانفلونسرز وهيك، دائما بجيب حدا مثل الامامير هاي. انا ما بحب المجاملات خلص. العسل القشطه هاي حنعمل لك كومبينيشن اليوم، عسل القشطه مع بعض ندوقك اياه. ها؟ عن جد تحكي؟ يعني والله زاكي العسل القشطه. انا اساسا لاقيين مفكره انه هذا الشيء مش زاكي. فهلا لا لا لا. فاليوم امبارح سالتكم على انستغرام، حكيت لكم اكتبوا لي الكومبينيشن تبعون الاكل تبعكم الغريبه، واليوم طلعت اغرب الكومبينيشنز ورح ندوق الامر هون. مستعده؟ مش مستعده بس اوكي خلص خلينا نبلش. يا جماعه اذا عجبكم هذا الفيديو اعملوا لايك، اعملوا فولو للرزان، هحط اكونتاتها تحت انستغرام ويوتيوب. اوكي يلا نبلش. اول كومبينيشن بلش اصدمك. لا ايش في؟ تفاح وكاتشب. انا ما احس هذا كثير سيء عادي، بتعرفي لانه انا باكل اندومي احيانا مع الشوكولاته. شو؟ صعب شوية تأذيني. صعب انت هيك وتأذيني. أنا ايش مني كتير قوية اليوم. اوكي شكل التحدي بيني وبينها. هاي تفاحة طبعا فيش سكينة. رح ندور حالنا اي شيء مبينة زاكي. كاتشب هاي عشان احمر مع احمر. جبت شون شايف كلها جاي بتعطانك روزة. شكرا حياة. شكرا اخلاق الله مش بايدي ابدا. لا كلام بالضيف. النهاية مستحة انه على اساس هلا شو هيك احسن. تحب انا اقطع لك؟ يا ريت. بالمعنى انا شاطر. رح نعمل جريمة بطل هون. انتوا شايفين انا عم بشوف، اعملوا حالكم مش شايفين. انا حامل حالي ما شفت. انكسرت عادي عادي. خلص ما في داعي. اوكي صح يعني عندي اسنان مش مشكله. الحل سريع جدا. هي بس ساعدت او هدول بدك تحطي جواتهم كاتشب. اوكي عادي انا متعوده على هذا الاكل. كان ما لازم جبتك. شو لازم اعمل فيديو ثاني؟ في تفاحه ثانيه هلا انا بحطاتي عليها. خلاص اوكي تمام اتفقنا هيك عشان ناكل مع بعض ونعمل نفس الرياكشن. خلص ممتاز. ثاني شوي ليش تفاحتك اكبر من تفاحتي؟ كل تفاح بدك اياها. خلص لا بطل. جريمة قتل والله. يلا انا وياكي مع بعض. مستعدة؟ يلا واحد اثنين ثلاث. فكر ولا كنت عارف كنت بدي اخذها عليك. المفروض ما حنخدع نعملوها قبل فيها بسرعة. يلا واحد اثنين. رزع خلص خلص ماشي خلص لا تعصبي. فين الوقت؟ واحد اثنين ثلاث. ما عجبني بس انه هذا الكاتشب حار عشان هيك طلع احسن. شو؟ جد عجبك؟ ما عجبني بس طعمه عادي. اوه ماي جاد تفاحة زاكي صراحة صراحه. التفاح زاكي بس الكاتشب لانه حار هيك. بس بدي اكل التفاح لحاله. والله حلو هذا التفاح. من وين جبتي؟ من عند اي خضره؟ والله زاكي. طب انا صراحه بقيمها صفر صفر صفر. انا صفر مكعبه. صح صح بس بدات مقلبني طلع مقلب عليها. قيمها 3 من 10 كثير سيئه صراحه. بس اكلتيها انت بلعتيها. هي بلعتها مش طبيعيه. حرام تضيعي الاكل على الفاضي. اوكي نشوف النكست. صوص حار مع بينت بتر اللي هو كثير بحب البينت بتر. انا بحب البينت بتر بس هل رح تكون زاكي مع الهاي؟ مع الشطه. طب انت حتى ما سالتيني بلكي عندي حساسيه من الحار. عندك حساسية من الحار؟ لا خلص. بينت بتر ما عندك حساسية منه صح؟ عندك حساسية منه؟ لا ما عندي. هاي بنت اليوم حبيبتي انت من بعد تحكي مش هخليكي تضحكي علي. نعم شوف كم استخدمنا الكاتشب خلص اثنين بحرقوا. صح اثنين بحرقوا. شوفوا قد تحكي كلام الضيف وما في مي حتى قدامنا يعني. جبت لك كيس يعني احترق. جبت لك كيسات بدون مي. قول في شيء ناقص. شوي صبا شوي شوي. شكرا. انا كثير بحب البينات بطر. بينات بطر اليوم انك خربتي لي الدايت تبعي. بتعرفي ايش اعمل؟ لهلا طعمينك تفاح. هذا الشيء بتعرفي هذا الشيء قد ايه دسم؟ هيك معلقه هيك مش رح انتقم منك في يوم من الايام. كله مشان اليوتيوب يا بيبي. لازم الواحد هيك تضحيات يضحي. برافو عليك برافو عليك. في شيء الله عملك دقتي هوت سوس لحاله مع شيبس. حلو.
هاي سايكل بنت شيبس حار ليز مع هات صوص. على فكرة أنا ما بحب أعذب حالي، أنا ما بكون متعذبة عشان هيك. يمي يلا are you ready؟ لا ladies first. يلا شكرا. خلص خلص حبيبتي خلص ما تفي لا لا يعني خلص ما في داعي ما في داعي لمن كل هاد. مين اقترح هالاقتراح لو سمحت انت يعني ايش؟ ليه ليه انتو شو هيك؟ شو شغلك في الحياة؟ كثير كثير لأمين. يلا واحد اثنين ثلاث. يا الله رزا خلص 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 خوت علي الصابع. يلا يلا يلا, يلا واحد اثنين. اوه ماي جاد يا الله طعمت الفينوت باتر مغطي على حالي. صبا انت ايش اكلتي؟ انت كنت عامله هذا الفيديو اساس تاخذي رياكشن تبعي بس هو ما اخذ رياكشن تبعي. لا هي روز انه هيك تاكل بعدين بس تبلع ما عجبني. لا نيكست انه يعني مش فاهمه صراحه طعمه كثير سيء مش شوي تقييم صفر من عشرة بس مش سيء لدرجه مثلا الواحد يتفه. هلا بلعته انا لانه في بينات بتر. في بينات بتر تقييمها سالب عشرة. يا رب هيك يجينا كومبينيشن زاكي. ما اتوقع انه انك انت حاطه تكون في كومبينيشن زاكي. انا حسيتك هيك بدك تفشي غلك بحدا بس ما زبطت معاكي اذا مش ملاحظه. طب ليه ما نجرب اندومي مع شوكولاته؟ خليك تجربيها زاكي. لا شكرا مع شوكولاته. ما بتحب الاندومي؟ بحب الاندومي بس مع شوكولاته. لا اندومي مالح ما مو بزبط. اندومي حلو في اندومي حلو مع دبس رمان. شكلك جوعانه انت صراحه. اوكي بطلع منك اندومي بس نخلص. لا لا هيك بدك تخربي هذا على معلش عفوا يعني شوف الكومبينيشن هذا حسيته حيطلع زاكي. افوكادو افوكادو مع شوكليت مع شوكليت. اوكي انا حسيته عادي ما حسيته رح تطلع زاكي بس هلا السر كيف بدنا نقطعها يعني ما في سكينه نخمشها يعني هاي كمان ما بزبط. لا هاي ما بزبط نخمشها فعن جد رح نحاول بالشوكه مره ثانيه. ثانية انت لانك عنيفه شوي. اوكي انا رح اقطع الشوكولاته. طيب ماشي قطعت الشوكولاته بسرعك. قادر اعملها عنك ما رح تزبط. اوكي هلا هاي قشرة تاعتها تكون سهل بالاقتلاع. خبره ممكن اعمل هيك. أوكي. طبعا خالتي ام روز عم تطلع علينا وهي نفسها هيك انه تقوم تضربنا احنا التنتين. نفتح بيت؟ لا لا والله بدها تنفتح يعني تعرف بس لو نفتحها من النص كثير بصير الموضوع اسهل. تعال ناكله مع قشره وخلص. ماكلين ماكلين ها. طب خلص ماشي تضل الجبه الاولى. بالله انت اي اوكي ياه اتس اكشلي زاكي. تعرفوا انه طعمه زي المعدن. طب فامباير عشان هيك بتحب طعم المعدن زاكي. بعدين بتحكي عني انا الغريب. طلعوا هاي هذا رياكشن واحنا بناكل افوكادو بقشره. اصلا افوكادو بقشره والله كثير زاكي. خلص 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 والله حنجرب اشياء ثانيه خلص بكفي. راح عجبني سني صار يوجعني ابصر ليه ازعل ليه. اي افوكادو قد ايه بتقيمي؟ سالب 10 بعطيها 5. طيب نشوف الكومبينيشن الاخر فراوله وملح. هاي اي ثينك حتكون ادبل. مش اشي مقرف سن روح اغسلهم واجي. هاد جد ما بزبط ما يتغسل يعني والله بوجع. اي سني اسمعوا صبا بتحكي عني سايكو بس انا هي والله هي السايكو. هاي السايكو بتحكي عني. لا ما حكيتش حبيبتي شايفتك. انت اللي بتسوي الاديت للفيديوز؟ اه اكسكيوز مي ذا فك ديد يو جست ساي. اوكي انت حسبي الله ونعم. اوعكم تعمل هيك فيديو بدون ما تجيبوا اشياء حاده عشان تفتحوا بها هدول الاشياء. بالضبط اوعكم. ولا ايش بدك حبيبتي؟ بدك نغمسها جوا؟ طب خلص يلا اعملي هيك. كيانا يصير عندنا ضغط صح؟ لفيها لفيها زي هيك. حبيبتي والله هذا مش سكر هذا ملح. يلا. صبا حبيبتي ايش هاد؟ صراحة كثير مقرف. اسمعي انت اكثر فيديو اكلتي فيه اشياء مقرفة. ما بتاكلوا هيك شغلات. اذا في حدا منكم عن جد باكل هذا الاشي بنصحه ينام. انت عن جد سايكو لازم لك علاج. هلا اشي كثير كثير غريب نوتيلا مايونيز. هلا شوفي انا بحب المايونيز لحال ونوتيلا لحال. تيجي تحكي لي التنين مع بعض يعني ما بتخيل. هي مقية من الفراولة. سالب مليون. بتعرفوا سالب انفينيتي؟ بالضبط. كثير زاكي النوتيلا صراحة. شو شو يا الله شو. خلص خلص حبيبتي ردي ردي. يلا واحد اثنين. حبايبي ايش هذا؟ طب اسمعي اسمعي هم اختاروهم انت ليش وافقتي؟ انت مش عارفه حالك رح تاكلي معي. هي اخر مره في الحياه بعمل هاي السلسله خلص. انت اختارها. انا هاي السلسله. طب اسمعي ما في اشي زاكي يعني مش معقول ولا واحد منهم. اقسم بالله يعني واحد من عشره هاي قد بتعطيها؟ شو صفر. حتى الكاتشب والفحة احسن منها. انا حتى هاي ما مضغتها بباقي تلمي يعني. طب اسمعي ان شاء الله يا رب يطلع منيح. مش واثقه فيكي. ما تدخلني ما تطلعي علي. ما تدخلني بعد الفيديو. انا رح اطلع من الباب ومش رح ارجع اطلع. لا تجيني علي رح اعمل لك بلوك خلاص. لا ترني علي ولا مسج. لا 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 بليز بليز. اسمع
شوي في مستشفى قدامنا عادي. خليك مع بعض خلاص ونكمل الفلوج. تمام يمي تبح بالمخلل بس لحال خلل مع السلامه. ما حطلب منك تختاري، في عندك خيارات، انت اخترتيهم، انت اللي اخترتي، انت السبب، هم مش السبب، هم حرام مساكين بيحبوا هالاشياء باكلوها. هذا المخلل الاجنبي، هذا مخلل ما حتستفيدي منه هذا كله. مش زاك حبيبتي، عندي اخوان بياكلوا اي شيء. هيو لازم تقوموني منها في البيت، طعموها هاي وهي نايمه. أنا حاسة حالي فزت بتحدي اليوم، مو تحدي والله مش هالدرجة سيء. طيب 3/10 زي التفاح والكاتشب. هاي بنت مجنونة، هاي السلسلة كانت المفروض تكون على قناتك. أنا بعطيها 0 مكعبل كتير كبير. أنا بعطيها 3. آخر إشي يا جماعة سوس. شوي شوي أنا بلشت أعصب المتابعين. يمي سوس أكله لحالي. باي هاتفن روز. استني آخر فيديو، آخر كومبينيشن. أنا بكره السوس وبكره اللبن. كيوت، أنا بحب الاثنين. هذا عم بينك بيري عجبك؟ والله زاكي. هذا بعطيه 8/10 لهي الدرجة صراحة. 7. شفتي هذا اللبن بيكون على فراولة؟ لسه طعم. شفتي ختامه شو؟ صراحة مسكي. اسمعي مسامحتك لأنك آخر إشي دوقتينا هذا. طيب يا جماعة هذا هو كان فيديو لليوم، أتمنى يكون عجبكم وما انصدمتوا كتير من الأشياء اللي حطتها صبا لأنها مفكرة أنا مو أنا. معدتي أصلا حساسة، إذا صار إشي أنت بتتكلفي بالمستشفى. يا جماعة رح أخليكم مع روزة وأنا رح أروح. عليكم بتحبكم كتير وان شاء الله بتشوفكم بالفيديوهات الجاي. روزة يا جماعة من ألطف البنات جد بالسوشيال ميديا، كتير كتير بحبها. أنا بحب صبا كتير والله. شكرا كتير إنك إجيت اليوم على الفيديو وتحملتي هذا الإشي اللي صار. فيا جماعة اعملوا لايك لهذا الفيديو، وهي أكاونت روزة الإنستغرام هون، بحبكم كتير ولا تنسوا تروحوا وتشوفوا الفيديو اللي عندي على روزة. هلا هم في ناس حيكونوا عندك يعني عندي من عندك وعندك من عندي جايين بالضبط. فإنه كيفكم؟ دخلوا هذول الفيديوهين شو ترند. ليتس جو يلا. Bye! Bye.